انطلقت أعمال القافلة الطبية بقرية أم الحيطات جنوب سفاجة بالبحر الأحمر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 178 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 14 فحصا معمليا وخمسة أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على 18 حالة ضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. هذا وتضم القوافل أيضا عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطن. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتقدم قافلة طبية جميع التخصصات الطبية والكشف بالمجان. القافلة تشمل الكشف وصرف الدواء ومعمل متكامل وصيدلية فيها أكثر من 108 صنف، بتقدم جميع الكشوفات وجميع الأدوية بالمجان. النهارده علشان أكشف القافلة العلاجية اللي جاية في وحدة أم الحيطات في مدينة سفاجة بحر الأحمر. القافلة بصراحة بتقدم لنا خدمات ممتازة كلها مجانية، في تحاليل، في أشعات، العلاج بالمجان. بنجيب علاج بالمجان، بنستنى القافلة لما تيجي عشان نكشف للأولاد ونكشف لنفسنا.